مقول الفارسي يمهد له في رحابها إرث كبير ورسولية مطرحة، فهي عنده إلحاح نفعة وصوت دعوة وختام تبحر وقرار انقطاع. عرفته كاتب مقال، فالحجة شهبات والبينات نواقض، وعرفته محدثا فبراءة في المخالف وفكر يباري برق ما وجه يوم، فهو شارع الدهر مهيأ أي أمر ما حدثته من الجنون وأي خاطر ما قر له إيمان. إذا تكلم فوحده وألف وحضور النهر، أما الأدب فهو حال مستكين منه، فالوقت على الأحرف شعر والطرفة بين الأسطر بدن، لطيف الكنايات مستملح التقطير، عالم بمواصل النقد، عالم بذاكرته الكثير، أشرفت الدلالة في بيانه، فغدا من السهولة في امتناع وتراتفت النعم عليه، فهو من المواهب كل يوم في مزيد. وإذا تعب اللون يوما على صورة من صوره، أو أصابك من كتابته بعض الردود، فيكون ذلك لفرط مس المعجبين وأخذ الطالعين، إنه ردود الصلاة على الله. ناصية الجبل فما فاته المعلم الرقيب، ولئن كتب في السياسة فلطالما تغزل بالحواجب المروصة والرموش المسمونة والفصول المسمومة والوجنات التي تقلق من أيسر اللمس. إذا كان في مآسف السباع فلطالما طوق في مسارح الأراض، لا يرد حتى يصيب ولا يصيد حتى يصول ولا يصول إلا طولة الفحول. هذا الشهيد